دابا كتردموا هذا الشيء وكيعاود يحيى. كيعاود يهوى. واخا تردموا كيعاود يمشي. كيعاود يهوى. اذا كاين شي حفره كبيره لداخل. كاين شي من هنا تبات واحد الحقبه هي مظلمه. هي راه فيها الظلمه الشعر. هذيك راه حوط راه هذيك شاي. واش كاينه تحت من هاد الدروج هادو ما تسجلش ما كيتشق بلاصتو شي حاجه. واخا. ودابا هاد الشيء كامل شحال دابا 17 عام قلتوا لي. 17 عام. 17 عام. إذن على بركة الله مشاهدينا وفي مشاهدين شوف تي في في المكتو مرحبا بكم. لاحظوا معايا هذا شوية من معايا هاد الكارثة سيري لا نشوفوا داك الشيء اللي عندكم تما. بغيتكم تشوفوا معايا تركزوا معايا خوتي المغاربة هاد الناس الخطورة اللي عايشين فيها. لاحظوا معايا لاحظوا معايا ريحة الماء ولات فيها الريحة دابا ياك كتولي كيغمولي هي الريحة. هاك الحاج ما فهمتش انا هاد الانترنيت اليوم في جميع المناطق كنت قبيله في العراويين كنت في مشينا للحي داك سميتو فرح السلام مشينا هاد الكونيكسيون سبحان الله ديما الانترنيت اللي ما عرفتش مالها انا شنو دابا غنبداو هنا كنصوروا راه عباد الله ما بغاش نجمع عباد الله واخا الحاجه شنو واقع لكم الحاجه شنو واقع لكم هاد المشكل اللي عندنا ديال الماء عرفت عندك الميكرو حاجه المشكل اللي عندنا ديال الماء هاد الماء هذا الارض هي كتحفر والدار خانزه وعندي الدراري صغار وهاد المشكل راه عندي شهر وانا كنقول هاد السكوا اللي الفوق باش كنقول لهم شوفوا راه عندنا الماء ها شنو كيهبطوا يطلوا يتفرجوا فيا وكيمشيو كيخسروا عليا معلم ديال الزنقه كيجي كيسرح مع داك الخنز تما نوضت مع الصداع درت فيه ديكلاراسيون في كوميساري ديال حي الصناعي باقي ما جاوش لي البوليس باقي ما جاوش هذا عمرت به البارح دابا هذاك الماء عايشين نص منو فيه الضوء فيه الضوء والضوء كاين في الارض يعني لا مشى تتحرك شي دري ولا مات شي دري يمشي الموبيل كامل يعني ممنوع شي واحد ما كاين لا ما تدخلش الا غيدخل خصو يدير البوط ولا يطلع فوق الصندوق ويهز الماء ببالات اللي كنديرها هنا كتخسر بسبب هذا الماء اذا دابا حوايجكم هما هادو لهنا ها هما هذا حتى هو خسر كامل راه كله غسلناه ومسحناه بسانيكر هو باقي كله راه كله توسخ كله بحال. هذا وليتو دايرينهم هنا وليتو كتكلفو. ولينا هنا راه الميدا راه كلشي باركين هنا ياكلوا هنا قاعدين هنا. وليتو جالسين هنا. هنا. واخا درتو شي كام مشيتو لعند درت شي لا صحاب مقاطعة لا حتى واحد. واحد السيد عيط معايا على عون قضائي ديال المحكمة قال لي غيجي عندك الاثنين في الصباح باش قال لي صور ويدير داكشي في الملف ويدير محضر ويدفع لك المحكمة. دابا غنتسنى حتى الاثنين في الصباح. باش ندير محضر وندفعو للمحكمة ونشوف هادشي واش غيبقاو هاد الدراري الصغار عايشين فيه. دابا هما دويتي مع هضرتو معاهم وقلتي لهم ودي راه وليتو من المشكل شنو الشهر هذا كنقول لك انا هما كيهبطوا يطلوا وكيمشيو الشهر هذا. واخا مشيتي عند السلطات حطيتي شي شكاية؟ حطيت شكاية. شنو قال لك؟ قال لي احنا باش ما كان غادي يجيو المسؤولين يعمروا لنا المحضر يسينيو فيه وغادي ندفعو للعمالة ويخرجوا عندك. الإدارية جات عندك؟ جات عمره محضر شحال من عام وانت ساكنة هنا؟ 17 عام 17 عام يعني شريتي هنا؟ شارية بحال تقول ما شارياش شريتي بحال شريتي في الخلا؟ شارية بحال شارية في الخلا شريت من عند واحد طحت فيه باع ليا هنا الدار والحانوت ب 29 مليون الدار ب 21 والحانوت ب 8 ونص عطيته 29 مليون بقات ليه 100000 هذيك ال 100000 خذا ليا ذوك العائلات مشردين ولكن هو خلاني انا مشرده ما خممش فيا. شنو كنطلب انا من هذا السيد يجي يدير ليا حل اما يعطيني فلوسي اما يكتب ليا ولا يدير ليا حل مع هذا الموبيل نخرج انا من هذه الدار ما نبقاش فيها. يعطيني فلوسي نخرج انا بحال هذا يعطيهم ليا في الصباح نخرج في العشيه. كنطلب من السلطات خدامين ولا شارجات طواليطات خدامين وكيفرعوا في الماء ما كيخموش فينا حنا كنضلوا دايرين البالا والسطولون كبوا على برا وعندنا الدراري الصغار والخنز والويل حنا فيه الله ياخذ فيه الحق هذا اللي باع ليا. اذا مشاهدين شوف تي في كيف شفتوا معنا هذه السيده راه كتعاني رفقه الابن ديالها والبنت ديالها والوليدات ديالهم كيعانيوا في هذا المنزل اللي كنذكروا مره اخرى بان اذا راه كاينه خطوره ديال الضوء مع الماء وهاد الناس لا قدر الله لو وقعت شي حاجه لدوك الوليدات
فاكيد كلشي غيتحمل المسؤوليه، لانه ما يمكنش الناس تعيش وسط